Signore, onore di me, rappresentare i sessi attani nel nome di Israele, ma forse le presentazioni sono the session I want to do a presentation. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الصوت يكون واصل. واصل. طيب يا جماعة. الله يبارك فيك. الحقيقة المحاضرة دي أو التوك دي مميز بالنسبة لي لعدد من الأسباب. أولها إنه أول طوق أقدم من برا البلد، وجاي صعبة شوية علي إنه أقدم ليكم كمتدربين وأنا ما شايفكم، لكن إن شاء الله تكون بقيمة جيدة. أول حاجة داير أبدأ بها إنه أشكر الـ Easy 2014 على الفرصة دي، وحقيقة واحدة من الحاجات المهمة داير أقولها إنه النقطة اللي كنت داير أقولها إنه واضح إنه عندنا الجيل الجديد الطلبة والخريجين الحاليين يتميزوا بقابلية على إنه يطوروا ويبنوا في البلد دي قد ما تكون اتأتت للجيل اللي قبله. فأعتقد إنه وظيفتنا حاليا إنه نسهل بقدر الإمكان ليكم إن شاء الله إنه تواصلوا في القضايا، وإنه يتقدم السودان وتتقدم الهندسة في السودان. ومن الخلفية دي جاية المحاضرة بتاعتي. طيب المحاضرة بتاعتنا it's a bit of philosophy, a bit of engineering, a bit of general knowledge، لكن بتراعيكم كناس في المجال بتاعنا الهندسة. The presentation will be in the English language. The slides، الكلام بتاعي كله هيكون بالعربي. طيب الطوبيك بتاعنا philosophy of system identification. Why identifying the right question is as important as solving it. نبدأ بالجزء السهل. Why identifying the right question is as important as solving it. لو بمعنى بسيط إنه أنت لو ما عارف السؤال الصح الإجابة بتاعتك ما عندها معنى. الكلام دي خلاصة جزء في الكنترول إنجينيرينج، حتة صغيرة مهمة في الكنترول إنجينيرينج اسمها System Identification. والسيستم ايدنتيفيكيشن هو اللي بيقوم بيوريني معلومات عن السيستم عشان بعد ذاك اقدر احل له المشكله، ونحن بنتطرق للفلسفه بتاعته. البرزنتيشن بتاعنا شكله حيكون كالاتي، جزئين والدور الترتيب بتاعه مختلف شويه. الجزء الاول حيتكلم عن انه البيج تكنولوجي السيستمز انجينيرنج ومجالات اخرى. هاتطرق لانه what is a system، what is a system identification، a car is a system، ده مثال هنشوف الكلام ده معناه شنو. وحنصل لانه what happens when we answer the wrong question. ده الجزء الاول. الجزء الثاني اللي هو عادة الناس بيجيبوه، ركزوا على السؤال الأول why should I care، بمعنى آخر ليه أصلا نحن دايرين المحاضرة دي تستفيدوا منها شوية. فهنتكلم عن الكيس بتاعت السودان، هنتكلم عن الفكرة بتاعت المايكرو ثينكينج، الماكرو ثينكينج،
وحنتكلم عن implications for your engineering life. الخلاصة بتاعت الخوف إذا نجحت المفروض أنت كمهندس جديد تسأل نفسك وتسألنا إنه ليه الحاصل ده بيحصل، ليه الحاصل ده، ليه الهندسة، ليه نقرأ جامعة الخرطوم، ليه يكون في حكومة. We just want you to ask questions. نبدأ بخلفية صغيرة عن دي بيبر بتتكلم عن three approaches to big technology اللي هو operations research, systems engineering and project management. الاسم ده اسم لي بيبر لو زول فيكم لقى قريبة يمشي يقراها، لكن انا اديكم الخلاصة بتاعتها. في القرن العشرين الدنيا اتطورت، من الهندسة كان بتبني بيوت وتعمل حاجات بسيطة، بقت في حرب عالمية وبقوا الناس مضطرين انه يخترعوا طيارات، يخترعوا عربات، يخترعوا كمبيوترات، ينظموا سيستمز بتاعت الأسلحة ضخمة جدا جدا. النتيجة انه الجزء ده منقول من الكتاب مباشرة، ميليتري بيج تكنولوجي came into its own into the mid 20th century. بيقول الناس دايرين يشتغلوا سيستمز كبيرة. Faced with extraordinary demands to create and create novel complex systems. ثلاثة مجموعات قاموا عملوا كروب جديدة عشان يحلوا البروجكتس الضخمة دي. العلماء عملوا حاجة اسمها الأوبريشنز ريسيرش. المهندسين عملوا حاجة اسمها السيستمز انجينيرنج. المانجرز عملوا حاجة اسمها البروجكت مانجمنت. أنا أعرف إنه المتحدث اللي قبلي كان أستاذ طارق. طارق طبعاً عنده باع كبير في البروجكت مانجمنت. عندنا في السيستمز انجينيرنج نحن بنهاجم تقريباً نفس طريقة المشاكل. يبقى السؤال بتاعنا لما نقول سيستمز انجينيرنج، سيستم يعني شنو؟ سيستم عبارة عن ده واحد من تعريفات كثيرة. Complex of interacting components together with the relationships among them that permit the identification of a boundary maintaining entry of process. والاختبار الأول لكم يا جماعة زول يتعرف لي على السيستم اللي في الصورة. يا جماعة لما نتكلم عن فريق بتاع كرة قدم ده عبارة عن سيستم. وليه بنقول سيستم؟ ده سبب ثلاثة أسباب. في لعيبة، اللعيبة دي لازم يكونوا متجانسين في فريق ومنظمين مع بعض. الحاجة الثالثة بنقدر نعرف منو في السيستم ومنو برا السيستم. هي ثلاث حاجات. الحاجة المهمة عن السيستم شنو؟ إنه السيستم بيقدم حاجة أكبر من مجموعة الكومبوننتس بتاعته. يعني عندي 11 لعيبة ما معناه عندي فريق. ممكن أنا أسترجع للفريق القومي السوداني. طيب عرفنا السيستم. السؤال بتاعنا سيستم ايدنتيفيكيشن يعني شنو؟ والصورة هنا بتورينا سيستم تاني ده محرك في طيارة. لو رجعنا الديفينيشن التعريف بتاع سيستم ايدنتيفيكيشن في ويكيبيديا بيقول لنا the field of system identification uses statistical methods to build mathematical models of dynamic systems from measured data. بمعنى آخر عندنا data بنحاول نعرف منها شنو؟ بنعرف منها الماثماتيكال موديل بتاعنا. الفكرة كلها انه نحن بدل ما نقعد ننظر السودانيين نجيب data
ونتعرف منها السيستم. والكلام ده ليه؟ لأنه كان في المجال بتاع الكنترول الناس فهمت إنه السيستم لما يكون معقد ما ممكن نبنيه من العوامل الأولية. يعني المحرك اللي قدامنا دي مثلا بدل ما نقعد نشوف المسمار والمسمار والفامولة والحديدة والتبخة بيعملوا شنو، نشغل الموتور نقيس ونعمل تجارب ونقول إنه الموتور ده بيتحرك كده أو الايرو بروفايل بتاعه كده أو درجة الحرارة بتزيد كده. ده شغل ضخم جدا جدا في مجال الكنترول والسيستمز، إنه نتعرف على المحرك ده دون لو جاهز. طيب نقارن الحاجة دي بالساينتيفيك ميثود بتاعتك. الساينتيفيك ميثود إنه شنو؟ إنه والله إحنا نعمل تجارب والتجارب دي نشوف فيها شنو؟ إنه والله يا أخي النتائج بتاعتنا شنو؟ بدل ما نفترض إنه نحن فاهمين. نفس الفكرة العامة. طيب عندنا سلايد هنا كمية عن الستراتيفيكيشن بتورينا في كمية من العلماء من زمن الرياضيات لحد الصب بسبيس ميثود في التسعينات. نجي للمثال بتاعنا المهم اللي هو الكار. كلنا بنعرف انه الكار سيستم ليه؟ لانه فيها محرك، فيها نظام بتاع كهرباء، فيها كنترول سيستم، فيها تيرز عجلات الى اخره. لكن دايرين نفكر في انها سيستم ليه؟ لانها بتتكون من حاجات والعلاقات بيناتها، والمعلومه المهمه انه زي ما قال عالم بتاع سيستمز مشهور اسمه اتو، perfect parts do not make a perfect whole. عشان نفهم الحاجه دي انا داير كل واحد منكم كمهندس يتخيل انه داير يصنع احسن عربيه، وقرر انه احسن مفتاح بتصنع المرسيدس، احسن محرك بتصنع تويوتا، احسن بودي بتصنع هيونداي، احسن مشى كل كومبوننت جابه من شركه مختلفه، جاب شنو احسن بارتس بيرفكت. لو جمعهم العربيه حتشتغل؟ البحثون انه العربيه ما بتشتغل، ما في عربية ممكن تولف فيها كمية من القطع من كمية ضخمة من الشركات وتشتغل. ليه؟ لأنه السيستم ما هو القطع بتاعته، السيستم القطع بتاعته والعلاقات بيناتها. يعني العربية المرسيدس الكون انه المرسيدس عملت كل القطع ماشية مع بعض، this is a big part of the success من نجاح العربية. يبقى في حالة انه عندنا سيستم، نحن الهدف بتاعنا مش انه نصلح الكومبوننت، ما الهدف بتاعنا انه نصلح حاجة معينة، الهدف بتاعنا انه نصلح العربية. طيب الكلام ده كله فهمنا معلومة انه والله يا اخي نحن لو صلحنا كومبوننت في العربية ما معناها صلحنا العربية. من الكلام ده نطلع شنو؟ نطلع انه نحن لو جينا صلحنا الحاجة الغلط قد ما نحل المشكلة. وهنا عندنا امثلة بسيطة. المثال الاول بتاعنا عند الدكاترة العبارة اللي بيقولوها اللاتينية primum non nocere first do no harm، بمعنى انه الدكتور المفروض لما يديك دواء الدواء ما يضرك في حاجه ثانيه. لما يكون عندك زول يعمل عمليه، طبيب يعمل عمليه، لازم الهدف مش انه يعمل احسن عمليه تنجح تعالج المرض، انما تعالج المرض بدون ما تضر باقي السيستم. طيب عندنا برضه في الهندسه، عندنا كمية من المشاريع الهندسية مثلا بتتم في السودان والفائدة بتاعتها تكون ما حقيقية.
ليه؟ لأنه نحن ما نظمنا في الرؤية العامة وحلينا المشكلة بتاعتنا. شنو طيب عندنا السؤال الثالث، نفترض انه والله عندنا مهندس ناجح جدا جدا لكن ما متطور مع الزمن، ما متطور مع الزمن معناه شنو؟ معناه عنده اشكاليه حقيقيه بتاعت انه والله يا اخي هو قاري هندسه قديمه. لما نجي نقول له حل مشكله الحركه في الخرطوم مثلا وفاهم المشكله غلط، اذا ما حيحلها. عندنا برضو المشكله بتاعت مثلا تخيل انه والله يا اخي عندنا مشروع داير يشتغل شغل هندسي بتاع اتصالات في السودان، اذا المشكله بتاعت الاتصالات اللي تعرفنا عليها ما المشكله الحقيقيه؟ الشركه حتبني شغل ضخم جدا جدا بدون فائده، هيحسن الشبكه في حته غلط مثلا، او يدوك انترنت 21 ميجا بيت بير سكند في حين الانترنت الجاي من برا ما تفوت العشرة او الخمسة. بيبقى ده سؤالنا. طيب الكلام ده كله معناه شنو؟ فهم السؤال الغلط معناه احنا ما عملنا ايدنتيفيكيشن صح. لكن هيقول لك اي موديل غلط. طيب اذا كلها غلط نعمل شنو؟ الفكره ما كانها كلها غلط، الفكره انها هل هي مقبوله ولا ما مقبوله. وحادي مثال كلنا عارفين، الهندسه اللي بندرسها في السودان، الهندسه اللي بتدرس في بريطانيا، الهندسه اللي بتدرس في امريكا، معظم الهندسه مبنيه على هندسه نيوتن، ونحن عارفين ان هندسه نيوتن ما بالضبط، لكن كفايه بالنسبه لشغلنا في مدنيه، كفايه بالنسبه لشغلنا في مدنيه، في كميه من الاجزاء، في حتات متخصصه زي الدي بي اس كده بنستخدم هندسه غير. خلاصه الكلام بتاعنا ده كله حاليا انه والله يا اخي نحن لازم نعرف النظام الصحيح، وفي نفس الوقت لازم نعرف شنو السؤال عشان نقدر نجاوبه. طيب بكده اخذنا فكره عن شنو؟ عن السيستم ايدنتيفيكيشن، الوظيفه بتاعته شنو؟ واخذنا فكره عن انه السيستم كويس عباره عن نظام اهم علينا نتعامل معه ككتله من انه نتعامل مع شنو؟ مع تفاصيله وننسى الفكره الكبيره. السؤال بتاعنا حيبقى كالاتي، ليه نحن مقدمين الكلام ده؟ نحن مقدمينه لسببين اللي هما اللي بيهمنا. واحد، دايرين نفهم الحاصل شنو في مستقبلنا كعمل ككارير، في الوضع في السودان، في تطور الهندسه في العالم. السؤال النقطه الثانيه انه دايرين نستفيد من الفهم ده لصالحنا. هنا عندي كوتيشن نقطة من كتاب مشهور في السيستم ثينكينج، يقول شنو؟ We can't impose our will on a system. ما بنقدر شنو؟ نمشي كلامنا على السيستم رجالة. We can listen to what the system tells us and discover how it's property and our values can work together to bring forth something much better than could ever be produced by our will alone. الكلام ده يا جماعه خلاصته بالسوداني، ما تفكر زي العسكري، ما تمسك السودان تقول بطلع قرار ثاني يوم الاقتصاد يصلح. احنا محتاجين نفهم السيستم بتاعنا شنو، نعرف المشكله بتاعتنا شنو، نحلل المشكله بتاعتنا، نعرف الفيلم بتاعتنا شنو، نعرف نحن كم ممكن نعمل شنو حتى نبدا في التغيير. طيب
الخطوة الأولى نشوف الوضع بتاع السودان. أقول السودان عندنا إشكالية فيه ممكن نسميها باسم law of the instrument. يعني لو أنا عندي فاس هحاول أحل أي مشكلة في السودان بالفاس. العسكري يحلها بالتعليمات، الدكتور السافر وحضر في الكلاود كومبيوتينج يحلها بالكلاود كومبيوتينج، العالم بتاع الجغرافيا يحلها بالجغرافيا. دي الحاجة اللي قاعدين نعملها. عشان كده بنحل. عشان كده النقطة الثانية عندنا نصف استخدام للعلم يا جماعة. بنجيب حلول ما عارفين السؤال شو، واعتمادنا انه والله يا اخي الحظ بتاعنا شنو يضرب. طيب في خلال انطباعنا انه احنا دايرين الحظ بتاعنا يضرب، الحاصل في الحاله الحاصل انه الجاب بين الحاجه بتاعتي كفرد والجاب بين الحاجه المحتاج لها المجتمع او البلد، يعني انا مثلا امشي اعمل دراسات عليا برا البلد في مجال معين، اجي راجع السودان انا محتاج اني اشتغل في مجالي، السودان في اللحظه محتاجين حاجه ثانيه، والدليل محتاج مثلا سياسيين كويسين مثلا. عندنا مشكله، عندنا نظام ثوره التعليم عالي في السودان، كلها بتدرس ناس يتخرجوا حاجات ما قاعد يستفيد منها المجتمع. هل نغير المجتمع نغير السودان ولا نغير المجالات بتاعتنا؟ يبقى محتاجين نعرف السؤال الصح شنو قاعدين نجاوب عليه اساسا. النقطة الثالثة اللي هو نحن بنعاين، هنشرحها ان شاء الله، بنعاين للمايكرو ترند، بنعاين للتفاصيل الصورة الكبيرة. وكمهندس هتكتشف انه دائما محتاج تشوف الصورة الكبيرة. النقطة الرابعة والمتحدثة قد يتكلم عنها برضو حنجيها سريع، اللي هو السبليت بين الأكاديمية والإندستري. طيب واضح المتحدثة اللي قبلها يظهر أكثر شوية. النقطة مايكرو versus ماكرو. النقطة الأولى عشان نريحة اللي هو نحن في السودان قاعدين نحاول شنو؟ Optimize for the components rather than for the system، اللي هو نحل المشكلة اللي بتاعت النظام، كل زول بيحل مشكلة. طيب عشان ناخذ أمثلة محددة أنا حتكلم عن مفهوم أنا مسميه الـ Guardian Organization، منظمة مسؤولة عن الناس. ناخذ أمثلة مثلا الحكومة مثلا أو جامعة الخرطوم مثلا أو شركة مثلا زي إريكسون أو سوداتيل، بكلها مؤسسات بعضها هندسية. الحاجة المميزة منها إنها ما هي المؤسسة الصغيرة، هي مسؤولة عن الناس تحتها. وعشان نتفادى الأمثلة الأكثر حرجا أنا حابب بمثال ناجح اللي هو إريكسون. كويس، يوم إن شاء الله هيقدموا لكم كلمة عن إنه شنو؟ عن إنه كيف بيتعاملوا مع الفندرز أو الشركات الصغيرة اللي بتتعامل معاهم. ليه؟ لأنه في فرق كبير بين إنك لما تفكر تفكير مايكرو إنك دار تحل مشكلتك، وبين إنك لما تفكر وعندك زباين. أنا كمهندس لو داير أشتغل أتقن عمل وما عندي تيم تحتي، ما عندي ناس تحتي، بشتغل بمايكرو ثينكينج. مايكرو ثينكينج يعني شنو؟ يعني أنا والله يا أخي داير أطلع أحسن برودكت وما داير أفشل، وداير أعمل أحسن شغل من ناحية بتاعت رياضيات
من ناحية بتاعت فيزياء، من ناحية بتاعت قانون. لكن نتخيل إنه أنا مسؤول عن مشروع هندسي كبير مثلا، وده مشروع كان عندي علاقة به، شغل بتاع كلاود كومبيوتينج في السودان مثلا تبع مؤسسة كبيرة. أنا ما داير أفشل، لكن داير تحتي يكونوا هناي، يكونوا ناجحين. يبقى لازم أديهم الفرصة إنه يشتغلوا ويغلطوا ويتنافسوا، وفيهم اللي ينجح وفيهم اللي يغلط. لو أنا خشيت في منافسة معاهم هم ما حيكون عندهم الجو التنافسي ده. لو أخذنا الشركة بتاعت اتصالات زي إريكسون، بعض الخدمات الصغيرة ممكن تقدمها شركات صغيرة. إذا هي قررت إنه تكوش على الخدمات الصغيرة كويس، ما حت لأنها ما مجال تخصصها، ما حتقدمها بالصورة الممتازة، وما حتتقنها من ناحية بتاع التكلفة. يبقى أحسن حاجة. طيب نحن في السلايد. طيب زي ما تكلمنا عن الرول بتاع الغارديان أورجانيزيشن، الفكرة بتاعتنا إنه الله يا أخي المؤسسة الكبيرة لازم توفر فرص النجاح للمؤسسة الصغيرة أو للأفراد. والحاجة دي مرتبطة بالمفهوم بتاع النجاح، وليها الفشل جيد للنجاح. مثلا نتخيل إنه والله في وزير في الحكومة مهتم بالصحة أو مهتم بالاتصالات. مهمة الوزير مش إنه والله يا أخي يوفر صحة شخصيا كويس، لأنه هو كده النظام بتاعه حيبقى صعب إنه يتابع العلاج فردا فردا. مهمته إنه يوفر جو فيه تقدر تقوم مستشفيات حكومية أو خاصة وتتنافس وتأدي مستوى أعلى. وأي فشل نتعلم من الأخطاء. عشان كده في المجتمعات مثلا في أمريكا في الفتح بتاع الشركات الصغيرة سهل جدا جدا، التنافس سهل جدا جدا. عشان كده في الجامعات، في المؤسسات العلمية الحديثة، في الشركات الكبيرة، البحث اللي هو لما يقولوا لك البحث، البحث دي عبارة عن طريقة جميلة إنه يقول لك نحن متوقعين كمية ضخمة من الفشل ونحن حندفع له، متوفر بصورة ضخمة. المسؤولية بتاعت المؤسسة الكبيرة مثلا جامعة مش إنه والله يا أخي تعمل الحاجة الصح 100%. المسؤولية بتاعتها إنها توفر جو الطلاب أو الناس الشباب يتعلم الصح. نفس العملية في الهندسة كويس، ما ممكن يكون عندك الحكومة بتنافس الشركات الهندسية في الهندسة وهكذا. طيب الكلام ده كله كلام جميل بالنسبة للسودان، وجايز ادانا فكرة عن الحاصل شنو، لكن نسأل سؤال مباشر بالنسبة لك كمهندس، انت الكلام بتاع السيستمز ده فائدته شنو، او علاقته شنو بك في السودان؟ لو اشتغلت في السودان فائدته شنو كان اشتغلت بك في السودان؟ داخل السودان النقطة المهمة بالنسبة لي، واللي هي جزء من ظاهر في الخلل بين الأكاديمي والإندستري، إنه يبدو إنه نحن ما فاهمين الهندسة في السودان شنو. الهندسة في السودان غالبا ما بيزك ريسيرش، ما قاعدين نطور حياة من الصفر، ما قاعدين نبني حياة من المبادئ الأولية. الهندسة في السودان عبارة عن سيستم انتجريشن، انت يو جيت كومبوننتس من الصين، من أوروبا، من الخليج، من بريطانيا، من أمريكا، بتركبها مع بعض. والقطيع النفسية العاملينها كمهندسين مع الموضوع ده، إنه بنتكلم إنه دي ما هندسة، وإنه الجامعات محاولة تدرس بيزك ريسيرش. المسألة دي ضارانة جدا جدا. فالنظام السوداني كله مفروض غير على أساس ده، لكن حاليا كمهندس خريج
المحتاج تتوقعوا انك انت هتمشي تدعين في شركة بتاعت اتصالات، في شركة بتاعت بترول، محتاج هتتعلم كمية من السيستم انتجريشن سكيلز، انك تعرف المشكلة الحقيقية شنو دايرين على المحل فيها الشركات دي، انك تدفق حلول وتركب حلول، جزء منها هندسي، جزء بالتعاون مع الزبون، على اساس انه البرودكشن بتاعك الاوتبوت بتاعك كمهندس للسودان يكون احسن ما يمكن وليك يكون احسن ما يمكن. دي خلاصة القصة. فبانك تفكر تفكير بتاع سيستمز، بانك تفكر بتاع انه المهم العلاقات بين الاشياء، وليس انه والله يا اخي نحن استخدمنا الترانزستور الحقيقي دي والكباسيتر دي، دي الطريقة اللي انت ممكن تنجح. انا جاي اكتر في السودان ومتحيئك للهندسة كويس. لو شفت برضو الشغل بتاع الـ IT software development معظم السيستم انتجريشن. طيب ده بالنسبة لك كمهندس في السودان. خارج السودان الناس بتعمل حاجتين. الحاجة الأولى في كمية ضخمة من الانترديسيبلينري ورك، الناس بيشتغلوا في هندسة طبية، كيمو انفورماتكس، بايو انفورماتكس، سيستمز انجينير، موليكيولار بيولوجي، كمية ضخمة من المجالات البحثية هل فيها نحن بنركب حاجات من مجالات مختلفة من معارف مختلفة. فرص الريسيرش أكبر بكثير والفندنج أكبر بكثير لو قدرت تقدم الوضع ده في السوق. برضو المشاكل البحثية أسهل بكثير، وعندنا في السودان إحنا قاعدين نحاول مشاكل صعبة جدا جدا لأنه ما بنلقى الأسئلة الصح. بنسأل الأسئلة بتاعت السنة اللي فاتت أو أسئلة 10 سنين اللي فاتت، خوارج بيحلوا الأسئلة السهلة ونحن نيجي نمسك في الأسئلة الصعبة. Research is not as difficult as that. لو لخصنا السلايد دي، انت جوا السودان مستفيد من انك تفكر بطريقة بتاعت سيستم وانك تعرف السؤال الصح. برا السودان هتلقى فرص بتاعت ريسيرش سهلة جدا، هتلقى فرص بتاعت فندنج سهلة، هتلقى وظائف في مجالات جديدة. ما في اي سبب يخليك انك ما تفكر في شنو، في انك تتعامل مع الحاجات باعتبارها سيستمز، باعتبار انه الاسئلة مختلفة من الاسئلة بتاعت البحث التقليدي اللي بناخده في السودان. في الرسالة اللي انا دار اوصلها تقريبا في الطوق ده كله، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. الحاجة الجاية في شوية فيرزر ريدي الناس تتثقف عن المنطقة دي، overview of general and biometric system theory، كمية من الفيديوز عن السيستم سيوري لو دايرين من الناس. في بيبر في السبعينات بتقول اسمها بسيط more is different، يعني الزول الطبيب الصغير لما يكبر ويبقى وزير صحة ما المفروض يفكر بطريقة الطبيب الصغير. البيبر الثالث عن السيستم ايدنتيفيكيشن اللي حابب المجلة تحديدا. الكتاب الرابع عن سيستمز ثينكينج ان سيستمز. الخامس عن الكنترول عموما. والحاجة المؤكدة ان احنا محتاجين لكلام بالعربي عشان نمشي في الموضوع ده اكتر ان شاء الله. طيب يا جماعة بكده اكون قدمت الموضوع ده وان شاء الله يكون مهم بالنسبة لكم، وادعوكم كلكم محاولة في الدخول في مجال السيستمز انجينيرينج. فيه حاجات جميلة جدا جدا من ناحية علمية من ناحية عملية هندسية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور محمد الخروجي على السيشن الرائع.